السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت هتعمل إيه يا أسطى؟ إيه اللي بتعمله ده؟ مسا مسا عليك. مسا مسا إيه وبتاع إيه؟ لا لا معلش أنا في الحاجات دي. يا عم لا لا ماليش في الحاجات دي. مصطفى على ما يسمع الحس فيها أنا يامّا. لا لا مالناش في الكلام ده. طب بلاش أديلك استفيد شنكني بس أقعد برجني. يا عم خليها لنفسك أنت. خليك أنت فيها. يا عم بلاش انت شكلك اطفي السيجاره دي يا اسطى كده عشان انا ما بحبش ريحه السجاير اساسا. يا عم انت مش هوائي شكلك انت ماكي. خد بقه وهتنزل بعد منها تزق. يا عم ممكن ما نعرفش ننزل اساسا منك بطريقتك دي. لا 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 يا عم ربنا يستر علينا. يا عم خلاص بقى اخوك الدنيا جايه عليه قوي. يا عم جاي عليك. طب راي اكل عيشك اللي انت فيه دوت ما تشربش. يا عم عايز انسى. تنسى ايه بس؟ عايز انسى اقسم بالله. تنسى ايه حرام عليك؟ انت منين يا صاحبي؟ انا من المهندسين. كذاب؟ لا من المهندسين. اقسم بالله ما تقولش كذاب بس. يا عم انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كذاب. انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كذاب. لا فين المهندسين؟ جامعة الدول. مش بقولك كذاب اقسم بالله. يا ابو يا بص البتاع بص فورد. وانت مش داريان انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا عم بكر. انا حظي جه معاك ولا ايه مش عارف. والله يا عم انت الدنيا جايه عليك. الحمد لله يا عم على كل حال مش عارف. الحمد لله ولا بنشرب ولا حاجه. يا عم بص للطريق بدل ما تعمل بينا حادثه. يا عم يا عم اعمل بينا حادثه يا عم. بقول لك ايه الراجل ده مش هيوريه. عايز اخده معانا. هاتوا يا عم معانا وخلاص. معلش اصل ممكن تاخدني معاك لاخر الشارع. تعالى يا صاحبي تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا اسف بس لحد اخر الشارع انا بقعد اصلا. ولا يهمك ولا يهمك. يا عم ماشي ده هوديك اخر الدنيا. عمال يشرب من ساعة ما ركبت معايا مش عارف ماله. ايه يا اسطى؟ يا عم الدنيا جاية عليا قول يا جدعان. معرفش في ايه يا اسطى. عايزنا نشرب بالعافية يا عم. يا عم انت عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. يا عم ايه يا عم؟ لا عيب اللي انت بتعمله. في ناس راكبة معاك ناس محترمة راكبة معاك يا اسطى. يا عم انا مش عارف فين. في ناس راكبة معاك يا اسطى عيب. روح اكل عيشك. ايه اللي عيب يا عم؟ روح اكل عيشك. ايه اللي عيب؟ عيب يا اسطى ان انا اشرب. لا ان انت تشرب لوحدك حبيبي يا قلبك. لا مش انا صباحك كمان. بقول لك ايه خلي بالك اقسم. طب انتوا مع بعض ولا ايه حكايتكم؟ يا عم خلاص احنا الكيف بيجمع. ايه يا باشا خد اشرب. لا لا يا عم مش عايز يا عم اشرب الاثنين مع بعضيهم. ماليش فيه يا عم. يا عم انت هتنزل فين؟ انت عايز تنزل فين؟ اشرب. طيب خلاص نزلنا اخر الشارع. لا 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 مش هشرب يا عم. انت ما تخليناش بقى نتنرفز عليك. يا عم تتنرفز على يا عم اتكسف من مين؟ انا ما بشربش. امال مالك؟ ماليش في الشرب انا. اشرب وانت. لا اشرب وانت معانا. يا عم مش عايز. ايه ده؟ اتبسط لي انت اتبسط كاني اتبسطت انا. اشرب عشان اللي اتكسف من بنت عمه ما يشربش. يا عم انا مش عايز اشرب. اشربوا انتوا مع نفسيكم. انا مش هشرب. بص يا صاحبي انا مش هحلك. يا عم انا يا عم انا مش هشرب. هتوصلنا ولا هتعمل ايه؟ يا عم انت هتشرب. لا يا عم مش هشرب. ايدك جنبك بس يا اسطى عشان ما تخليناش نتنرفز عليك. يا عم انت ما تعرفش. يا عم يا عم مش عايز. يا عم سيبني في حالي. يا عم ما تخليناش نتنرفز عليك. نرفز يا عم سيبني في حالي. يا عم انت يا اسطى هتخلينا نسيبك. امسكوا مسؤول. اوعى تسيبه مش هحل. اشرب انبو. اشرب انبو يا عم. اوعى يا عم مش هخش النار لوحدي. يا عم اوعى ما اخش النار لوحدي. فرقتني. يلا يا عم انت يا اخي اقول لك على حاجه. يلا يا عم على الحرام من اهي يا عم. نذيع الحلقه دي؟ نذيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في العرب يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي. خاتم المرسلين عند قاع السيد درويش؟ عند أكاديمية الفنون كده. عارفها؟ عارفها. شكلك فنية. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده يعني على قدنا يعني. يا عم ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك في ايه؟ يا باشا مش عادي يعني. طيب ماشي. هو
ممكن بس بسرعه شويه معلش عشان متاخر بس معلش باشا انا ما اقدرش زوبا بديها الاوردر بتنفذ لوحدها طيب ماشي بس برضه يعني سرع شويه اديها اوردر ان هي تسرع شويه معلش زوبا شدي شويه عشان الراجل مستعجل يا ريت يعني خلي بالك انا عارفك عارفني منين شكلك فنان لا حول ولا قوه الا بالله يا عم ولا فنان ولا نيله بس بالله عليك خف شويه صباح الفل يا عم ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله بس انا عرفتك وعجيبك انا ماشي عرفتني فين بس انت فنان باشا الله يكرمك يا باشا انت نمت يا عم اتكل على الله يا عم يا عم ما انا متكل على الله يا عم امال انا متكل على مين انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده الله يكرمك مد شويه بس انا عرفتك وعجيبك يا عم ما تجيبنيش يا عم يا عم ما تجيبنيش انا اخر انا اول مره كنت تاكسي واخر مره انا عجيبك بالمعظمه ايه ده انا جبتك المعظمه جابتك هو بعينه اقسم بالله انا عرفتك يا انت تبع مين لا 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 ما توقفش ما توقفش على فين اركب معاك في اي حته بقى يا شيخ مالك السلام عليكم مالك تعبان يا صاحبي وربنا يا عم وماله خد دي مني احنا مسا عليك يا صاحبي طبق تعملوا ايه يا عم انت؟ اكلك يا باشا تعبان يا باشا يا عم ربنا يشفيك هو انا امك انت بتعمل ايه يا عم ما تقوم يا عم انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه مستعجل والله عندي مشاوير لا لا الله محمد رسول الله انت جاي تسلم هنا في ايه مالك يا صاحبي مالك لا يا باشا ايدك جنبك الله يكرمك لا خلي ايدك جنبك يا باشا خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله خفها يلا خفها روح على حالك لا انا مروق محدش عارف يعمل معايا حاجه قلت منك انتوا مجانين طب تعالى صاحبي بقول لك ايه انت بحبك يا نانسي نانسي مين؟ انا بحبك يا عم مش نانسي يا عم اوعى يا عم اوعى يا عم اوعى يا عم اوعى يا عم بحبك يا نانسي انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي اوعى نانسي اوعى يا اخي بحبك يا نانسي يا عم نانسي اوعى يابا يا نانسي بحبك لا بس نانسي بقى بلا ده ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ لا طيب انا بهزر معاك احنا بنعمل معاك مقلب ايه ده انتوا؟ احنا مقلب 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 ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجه الكاميرا خفيه الكاميرا خفيه ايه يا عم؟ اوعى يا عم روق 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 اسمح لنا نذيع الحلقه ماشي نذيع السلام ورحمة الله صباح الجمال تعمل ايه يا اسطى؟ بشرب سجارة تشرب سجارة؟ يا عم فيه في لا يا عم احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ربنا يجعلنا موتين يا عم يا عم طب الريحة طيب وانا قاعد راكب معاك ازاي انا انت بس تولع سجارة وانا راكب معاك يا عم ده الرب الصف حلو قوي الصف حلو يا عم اشربه في بيتك يا عم انت دي عربية اكل عيش معلش يا عم الحاج هطلعها بره طلعها بره يعني لو قابلنا لجنه ولا قابلنا اي حاجه هتقول له معلش نطلعها بره الصف حلو قوي الصفت ايه وخرا ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تقل في ايه؟ احنا داخلين على ايام مفترجه طب جربها اجرب ايه واعمل ايه بس يا عم استفى اسمال استفية يا انا ياما ياما ايه بس صباح الفل ايه يا اسطى في ايه طب جربت شنكلني وشنكلك استغفر الله العظيم يا عم بلاش يا عم معلش افتح افتح لك ايه وخرا انت هتمسك لي الخرا في ايدي يا عم افتح افتح ايه بس يا عم ايه اللي انت بتقوله ده يا عم افتح يا عم انا خرمان 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 على نفسك يا عم في ايه وطلع ام الخرا دي بره عشان الريحه يا عم والزفت اركن يا اسطى على جنب يا اسطى يا عم اركن يا اسطى على جنب يا اسطى خلاص بقى
ولا خلاص ارمي باللي في ايدك دي وانا اتوصلك. انا جاي عليا يا عم. انا مالي انا جاي عليك؟ ما تقعد في بيتك يا عم. والله الدنيا جاي عليا واحد، كل ما بتيجي عليا اطلع اجري شمال ورايا يمين ورايا. طب وبعدين؟ ما انا كده برضه يا اسطى. بس صل على النبي كده بس، وارمي الحاجه اللي في ايدك دي يا اسطى عشان ما تنرفز. يا عم ماشي يا عم الشيخ اهو، هو الجنب خلفه. طب بقول لك، انا اقول لك على حاجه، جرب يا عم. والله اي حاجه تتخيلها في دماغك عملناها وربنا تاب علينا. لا واحنا لا عاوزين لا يا عم عندنا عيال ابوس ايدك عايزين نربيك يا عم. انا سيك هم يا عم. هم ايه وخرا ايه بقى؟ دي مش بتاعتك انت بقى يا عم. خد ده معلش عشان خاطري بعد اذنك. طب بلاش بلاش حسافيه انا. استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم يا عم. بلاش الحسافيه انا، هديك شنكلني بلاش تبرجلني يا عم. ولا برجلك ولا شنكلك يا عم. طب وبعدين بقى معاك يا حاج بقى يا عم؟ بلاش يا عم. سيب بقى ام الخرا اللي في ايدك ده بقى. احنا ماشيين في شارع الناس تقول علينا ايه؟ واحد بدقن جنبك وايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا عم بكر يا عم. يا حاج مالك يا حاج؟ بقول لك ايه، والنبي استركن على جنب عشان هعمل مشكله. مفيش يا عم، ربنا يا عم ما يجيب مشاكل. الايدين دي للاكل. طب بلاش يا عم، ده انا اتصل لك اجيب لك حته طريه ما تكونش مطربه. لا اله الا الله. اجيب لك حته طريه ما تكونش مطربه تنسيك العم والفقر. يا عم ابوس ايدك، انا مش عاوز اروح يا عم. اركن على جنب بعد اذنك عشان انا مش عايز اركب معاك يا عم. يا عم اوعى. طب خلاص هتفق معاك على حاجه، انا هوصلك مشوارك ومعاك. طب يا شيل ام الخرا اللي في ايدك دي عشان نشوف الدنيا فيها ايه. ما بعرفش اتعامل، ما بعرفش اتعامل. ما مش هينفع، مش هينفع على فين مظلوم. تعالى يا باشا. تعالى. سلام ورحمه الله وبركاته. اغلى على طريقنا. على طريقنا. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا غالي. يا عم النبي عشان خاطر ربنا شيل الخرا اللي في ايدك دي بقى عشان ما تنرفزناش بقى. ايه ده؟ في ايه؟ قاعد خرا من اول ما ركبت معاه قاعد يولع. يا جدعان الدنيا جايه عليا يا جدعان. اصل بقول لك ايه، النبي عشان خاطر ربنا بيشرب بتاع في بيشرب واحنا ماشيين وانت بص يا عم مالك. بيشرب يا عم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بشرب يا عم. يا عم عشان خاطر ربنا يا عم احضرنا. اركن على جنب يا عم احضرنا. كنت بديله حاجه الحسافيه ان هم ما عجبتوش. يا عم ياما اوعى. وابويا ايه يا عم؟ اديته شنكلني وما برجلنيش ما عجبتوش. بس عيب قوي اللي انت بتعمله. احترم اكل عيشك حتى يا اسطى. يا عم انا محترم اكل عيشك. عيب قوي اللي انت بتعمله ده، اقسم بالله. وايه العيش؟ عيب تشرب لوحدك. ها هو ده الكيان يا باشا. يا باشا الحلاوه دي. يا طبعا كنت تشرب. انا قلت يا باشا. انا مش والله علي يا كبير. والله له يا باشا بالراحه بس عشان انت يا عم يا باشا. اللمبه اللمبه. الراجل ده بقى عارف مصلحته. طب بعد اذنك ايه يا باشا الحلاوه دي؟ انت مش عارف مصلحته. بس اركن على جنب بس عشان انا. خد يا باشا السيجاره. ايه ده؟ خد يابا. معاك ميه؟ اه دي 8% هتعجبك. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ كرع صاحبي. ايه يا باشا؟ رجع على ايدي يا عم. رجع على ايدي. معلش بس انا مؤاخذة. ليه يا عم؟ بتاكسي بقى انا كمان. ايه يا عم؟ بقول لك ايه يا صاحبي؟ صاحبي ده في البيت عشان خاطر ربنا. ايدك دي عشان الاكل. لا لا لا. تاكسي بقى انا كمان. الراجل ده فاهم مصلحة. بقول لك ايه مش نسوان؟ حتة طرية بس مطربة جيبها. يا باشا هات معانا. ايه يا باشا انت مالك مش لك ايه ده؟ يا باشا بعد اذنك والنبي انت جاي. يا عم روح على حالك. يا عم ايدك دي قلت لك للاكل بقى. قلت لك ايدك دي للاكل. يا عم عمال تكلمني وتقول لي حلال وحرام وانت لابس لي احمر. يا عم احمر ولا اخضر انت مالكش فيه. بقول لك ايه يا باشا يا باشا يا باشا. باشا هو اتلغت من زمان يا نجم بقى بعد اذنك. يا باشا مالك كده؟ ادينا باشا ميه يا باشا. ادينا باشا. تصدق انت تقيل قوي يا باشا. اشرب اشرب خد اشرب. ما تقولهاش تراجين بس. اشرب يا عم. اشرب بالله. اشرب وتكرم خد يا عم بس بعد اذنك. اشرب ما تتكذب. انت مش عارف مصلحتي. يا عم انت جاي عليا. يا عم ما تيجي عليك ولا تخريك يا عم. يا عم زق يا جحاج. انت راجل كبير قد ابويا. زق مين بس يا عم والنبي؟ واوعى الشغل اللي انت بتعملهم دول. ايه ده؟ قلنا للاكل. لا والحاجات التانيه كتير. ليه بقى؟ يا باشا 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 يا باشا. نزل الحلقة دي ولا ما نزلش؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرام إن شاء الله. وماله يا عم أحسن ناس. أنا عم بنزل لنا بس الإزاز ده عشان الكابتن هو. ماشي. ده مش رخيص يا عم. المكنة عطلانة. ربنا يقول لك. ميسا ميسا ميسا. لا يا باشا مش طب. يا عم ماله يا عم عادي بس انت في طريق كبير ومش هينفع وانا قعدت على رجال وشغل ومش هينفع يا عم سيبها على النور يا عم ونعمة بالله يا عم بس مش هنا يا اخي اقعد ساعة. طب نقف على جنب يا عم نقف على جنب يا عم هنشرب سجارة واحدة يا عم ولا سجارة ولا تانجز يابا اللي انا بستفى والله العظيم دي الصفة عالمية اسمها الحستفية يابا لدماغك يا شبح مش كده دي الحستفانة يا اما يا اسطى بالله عليك يا جدعان خلاص يا جدعان الدنيا جاية عليا يا جدعان يا اسطى حي عليك احنا مالنا يابا يا عم عادي يا اخي واحد يعني واحد بينفخ الهم والفقر ماشي يابا لما ننزل يبقى انفخ الهم والفقر براحتك طب تشرب ايه بقى؟ ايه يابا؟ بحول الله يا رب طب خد بقى لا مش عايز يا عم لا بس الله يستر حالك حطها مش عارف مصلحتك ركز اهو في الطريق بالله عليك والله ما عارف تنزلنا طيب تنزلنا طيب نبدا وننجز اما اقول لك الدنيا جايه عليا يا عم احنا جاي على الكل يا عم جاي عليا انا لوحدي خلاص يابا برجع لك لوحدي ايه يا عم انجز يابا بلا ايه يا عم يا عم بالراحه بس والنبي عايزين نتكل على الله يا شباب اقول لكم على حاجه انتوا زي اخواتي انا عارف مصلحتك انت خد من ميبو مش عايز طب جربها اقسم بالله يابا ركز في طريقك يا عم مش عايز حاجه يا عم يا عم افتح ازاز يا عم ومشينا يا عم في السجاره دي خد انت عايز نفسك فوق يلا يا عم بس بالك ركز في طريقك يا عم على القرف افتح الازاز يا اسطى الواحد اتخنق يا عم يا عم مادام مفتوح يا اسطى من الشباك ما تفتح الازاز يا عم وانا ما علي صوتك يا ايه ما علي الصوت ده يفتح الازاز ايه ما علي الصوت ده شغال اصل انا مؤاخذه ممكن تخلي مؤاخذه رجاله لحد اخر الشارع بس اركب يا ازاي طيب يا عم معلش على يا عم سيب مؤاخذه رجاله معلش انا اسف في ايه يا عم مالك ما انت ما في ايه خلاص يابا بقى انجز بقى في ليلتك بقى خلاص يا عم انت لوك لوك مش عايز يا عم الراجل عم ادي يا عم اقول للراجل كلمه يا اخي يا عم في ايه اللي ده يا عم عمال بيحشش ومش عارف بيشرب ايه واحنا ماشيين وقافل الازاز يا عم ما احترم اكل عيشك يا جدع الدنيا جاي عليا يا جدعان انت شاب زيه يا جدعان الدنيا جاي عليا مش عارف بس عيب اصلا اللي انت بتعمله ده يا عم بشرب يا عم عيب اللي انت بتعمله ده يا اسطى عيب اللي انت بتعمله ده عيب ان انا اشرب عيب ان انت تشرب لوحدك حبيبي انا بشرب احلى بس على عيونك دي الناس اللي عارفه مصلحتك ايه ده خلاص انا مالك ده انت كمان يا عم يا عم انت واحده ايه ده طب ارميها وربنا واحده بس ايه يا ابني انتوا بتعملوه ده يا جدعان انتوا عصابه ولا يا جدعان ظابط بابا وماما باشا خدها باشا يا عم انت انت كمان انت قلت رايح فين رايح اخر الشارع بس الصراحه انا هكمل معاكم انت مالك انت فرحان قوي كده ليه يا اسطى انا نزله مش عارف انت فرحان انت فرحان ده بيحشش انا كمان عايز احشش هنعمل حادثه انت مستوعب نموت بقول لك ايه منين يا انت منين انا من بولاية دكرور يا باشا تعرف سنوسه حبشه لا ما اعرفش تعرف السيد السنجي؟ لا ما اعرفوش. اسامه ابو سنه؟ ما اعرفوش. انت كذاب ياه انت كذاب يا عم ايدك يا عم عوكش 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 انت بتقول يا خلاص بقى انت كده جبت اخرك منى اوقف بس على جنب اوقف بس على جنب اوقف بس والله انا هوقفها لك اوقف على جنب ولا انت كمان رايح انت يا عم اوقف على جنب قهوه بالزبون بتاعي طب اوقف على جنب طيب اوقف على جنب بس اوقف على جنب خلص يا عم اوقف على جنب ولا خد بقى واسكت يا ولا لا ده عيل من عيالي يا عم اخلص يا عم اوقف على اوقف على جنب ربنا وقفك المفتاح اقسم بالله اوقف على جنب اوقف على جنب اوقف على جنب عو انت بس يا ابني انت بس اقف على جنب عو الاستروكس يا عم اقف على جنب ولا يا عم ايه يا عم انت كمان في ايه يا عم انت راكب انت معاه ولا ايه انت معايا ايه ده عايزني اقف وقفت على جنب
الحلقه دي اتصورت كلها، انزعها ماشي، هتوريها لاصحابك على الله يعني. هتنزلها على الفيس ان شاء الله، هتتيجها ان شاء الله.